بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فتحي جبالي مولودة في سوسة، عندي ولادي اسمه عبد أبو زياد. مشيت أنا لبت عليه وقت قال ولدك لو يجلى عليه، مشيت فرقت الإرهاب في سوسة، قلت ولدي مشى لسوريا ما نعرفش عليه وين، لو يجي معايا لو يجي كل شيء. كلمني قال لي راني تو دخلت لسوريا، هي دبت في الدار عند الناس كلها على بالها. جاتني جلت عليه، قعدت لك مجلوط على ولدي، مش تعرف أم ربيت ثلاثة، نخدم عندك وعند غيرك ربيتهم بالحلال، يخدم علي دخلت ويخدم هو أخوه، تعبت عليهم والدي يختم ظروفي على يعني ربي كفاية، أمي مرة كبيرة، أخوي الله يرحمه لي ربيهم، أخوي آخر ربيهم معايا. في الآخر لقاه وقال لي في سوريا يا وليدي يهديك روحي وليدي، قال لي اخترت طريقي، طلبت العباد كله، طلبت باش ردت وراجل ولدي وما تعبوليش. قلت في الاخر عندي كل صيف في مرضي، قلت لي يا حمزه راني مريضه باش نموت، طلع لامك حمزه سمعت صوتك قعدت قداه نمشي لفرقة الارهاب، ولدي ما طلبش، ولدي شنو مرضك طلع عليا، ليت عندي المرض في الدم، مرض في العظام الكلاوي، فقر في الدم، وين ندور عندي. تعبت على خاطر ولدي يا حمزه، قلت له يا حمزه تونس بلادنا غاليه، ترابنا غالي، قال لي يا ما عادش نجم نروح هكا، واخترت طريقي. قلت له بلادنا غاليه، جيشنا وحاكمنا ربي يحيي ويطول عمره ويحيي دولتنا، يا وليدي راني تعبت ما ملك ربي، قال لي يا اخترت طريقي. مشي كيما النم الكل، انا جاتني جلطه، شوف وين بعكازي. مشيت صبيت مسمار باش نعمل عمره، بعد صحاب الخير ولدي باش نعمل عمره، مشيت للمركز صبيته، مشيت للقبالة طلعت لهم التلم اللي صبيته وجيت لهم، قالوا لي اهو جمعة هذية اهو جمعة داخلة. مشيت يبعثوا في المركز، مشيت المركز الجنوبي، بعث لي فرقة، بعثوني للسوسة للإقليم، مشيت للإقليم باش نقابل مدير الإقليم ما لقيتوش، البوليسي قال لي مش هنا، كلم البوليسي العاملة بتاع الباسبورات، قالت مازال ما صبيناهولهاش، قال لي برا امشي المركز امشي للإقليم الآخر، مشيت للإقليم الآخر، قابلت بتاع فرقة الأبحاث. قلت مش جيت انا علمتكم على ولدي اللي مشى لسوريا؟ هي قال جيت علمت على ولدي، شنو مش نعمل مشكلتك؟ قلت مشكلتي راه باسبوري تو لحظه، قالوا لي برا، قال لي برا مشي هذاك بتاع البيرو بتاع الارشادات. مشيت له قلت له بربي راني عندي جلطه وعندي كونسير، نحب نمشي نعمل عمره كالناس على موطا. قال لي اختي راه الباسبور بتاعك ما نجموش نعطيه لك، برا مشي للداخليه ولا الخارجيه، برا امشي شوف شنو حكايتك. قلت وين علمت على ولدي في سوريا؟ قال لي برا امشي اختي شوف شنو حكايتك. مشيت كيكاكا محموسه وكل تحط دين تكبيت تحط على رجلي توجع، روحت للدار بكيت بكيت، نين اتصلت بالجمعيه هذه لقيت على الانترنت دلوني عليها، لقيتها جيتهم قالوا لي، قلت لهم كل شيء على يعني حكيت ولدي، حكيت لهم على الموقع، قلت تفضل كارت المعاقين اللي عندي سوسه في الوزن منيش حد شيء، هاي كارت بتاع المعاقين راه كان يلبي لي حاله معزه، هذا كان يا ربي، هذا كان يا ربي، هذا تصوير تلي في سوريا، داروا بي صحاب الشر حسبنا ونعمل وكيل فيهم، وهذه واللي مطلقة بثلاثة صغار ربيتهم، واحد جاني خويا وامي وخويا الاخر، ربينا ولادي ثلاثة اولاد، ما نطلب حتى شيء، نطلب يجيبوا لي باسبوري باش نعمل عمرك الناس، راني تونسية، راه دمي تونسي، بكونا توانسة، ما نحبوش نرجع تعبين علي. نحبوا تونس تقعد لنا بلادنا نزواولية. جات المرجع قالت لي انت مش نحيك الكاني نبي، قلت لها علاه مدام هذي ظروفي ما تسمحش، قالت لي تحمل، قالت لي خاطر ولدك في سوريا. اش معناه ولدي في سوريا؟ خير بعثت ولدي لسوريا وبرا ولدي في سوريا في الارهاب، يعني بعثت ولدي للارهاب لسوريا ما بعثتوش، يعني كان جيبوهولي من ساعات نقدموه لكم الحبس ديريكت، يعني هجاله وعندي المرض المزمن، اش عملت لها باش تحي لي كاني ربي؟ قال لها انا ما ناخذهاش، مشيت المره الاخرى المعتمد في سوسه باش ناخذ على بنتي بالشر راني بالشر، ولدي عمل لك سيدو قعد بطا، قال لي بلا ولدك ارهابي لازمك للحبس، ودز لي المعتمد، انت وجدت نطلب الفلوس. ايوا مازال بودي شطو في الي شلا منو كان يجيكم واحد مو اخويا، انا ما عندي حتى ذنب بيدي في الحكايه هذيا، ما عندي حتى ذنب بيدي وخو وقت ما عندي حتى ذنب بعد، ما عندي حتى ذنب.
حزن، جيراني اللي يقلوا يقول لي ولدي كان عيب يضرب في بنتي وتدز فيا، انا مرا كبيره هكا فحكاية، اما اللي تضرب فيا وتدز فيا خاطر ولدي في خاطر يجي نحك مسكم الحبس انتوما العبيد، شو الذنب اللي احنا في ولدنا؟ شو الذنب في انا ولا اخته؟ ولا اخوه؟ كان نهار ولدي مش يا ولدي طلع في بطاقة تعرف بتاعه وشدوا الحاكم خلطتني وخال جاءوا معانا الحاكم للدار ما بقى عندنا شيء الطفل ولا يخدم مفجوع حتى يصلي في الدار يمشي للجامع يصلي ويروح مع شي خالة حد نطلب من سلطاتنا ما عمركم الرب يتزوناش يذنب ولادنا اللي مشاو لسوريا راهو التوانسه كل مشات ما نطلب حتى تبعد المرجة تخلي شهري باش نعيش انا وكالطفله الاوليه تحتي ويبعدوني لله سبيل الله وتحيا تونس ومعمولكم لله عمل يحل ناخو باسبوري خلينا نعمل عمر ما نرجعوش بتاع بن علي تاع قبل غرانا توانسه راهو علم تونسي لمنا الكل لا اله الا الله محمد رسول الله اللي يعمل الحاجه يتحمل مسؤوليته يبعدونا احنا شنو نقعدوا في الفجاع ونقعد اللي قدر الله كان مط يعني بك الفجع هاو راقي هاو دواياتي هاو كل شيء مستعد نزول الطب ونشوف ايش عندي يعني ولدي بعثنا ما بعثتوش يعني ولدي راح يتحمس يجيكم اعدموه يجيكم اعدموه يا اخوي يعني بدي نعدموه معاك شد بعثوا لي هزوا شدوا لي هزوا يعني كان يجيني نسلموكم نقول لكم هاو يعني مش ما نحبش الضرر تونس بلادي تونس مش نعيش ما عمركم لله عاونوني لله ما عندي صوصه في وضنيا عندي الكلاوي ولات عندي البرد في العظام وزاري تشيح من الزيت وركبتي شايحة من الزيت عندي حشاك مع القاسي أنا ما كل بطل بطبيب زين هزوني أي طبيب وشوفوني أي والله صدقوني جيت إلا متسلفة لكم الجيران ما جيت لهنا وميت ناخو باسبوري يا أصحاب الخير يا توانسة أعطوني باسبوري تلقاوني في سوريا أعدموني تلقاوني في سوريا أعدموني أنا قبل نخرج لمصر كنت نخدم لاباس عليا بصحتي لا عندي لا مرض حتى نمشي لمصر مشيت للأردن أنا باسبوري محطوط شاد عليا نمشي لليبيا نلقط في خبز على بنتي قبل وعلى ولادي باسبوري نطلب من الشرطات الداخلية تعطيني باسبوري